وشوشة. انا رحت طبعا نيويورك، كنت بستلم جائزه افضل مطربه صاعده في الشرق الاوسط في البيج ابل ميوزك اوورد. سعيده جدا بالجائزه دي، وبشكر طبعا كل الناس اللي صوتت لي عشان اكون موجوده في حدث كبير ومهم زي ده. بشكر وشاشه في البدايه ان هم دايما متابعين كل اخباري. يعني انا استمتعت بامريكا نفسها، كان اول مره ان انا اروح. يعني كنت بعمل شوبينج وبعدين ما لقيتوش، اتصلت بيه لقيته مقفول، فعرفت انه اتسرق. يعني الحمد لله لما تلاقي ناس مش فاهمين انت بتقولي ايه ومبسوطين وعاجبهم اللي بتعمليه وعاجبهم نوع المزيكا ويجوا يتصوروا معاكي ومش عارف ايه، ده في حد ذاته ليه كده، ليه احساس وليه طبع خاص غير اي حاجه تانية. فانا طبعا كنت سعيده جدا ان هم مش فاهمين الاغنيه بس متفاعلين جدا معاها ومتفاعلين جدا مع نوع المزيكا اللي انا بقدمه وحابينه، فانا سعيده جدا بحاجه زي كده. هيفاء وهبي من الفنانات الجدعه جدا، قالت لي كلمتين كده حلوين، ادتني بوش كده وعملت لي سبورت زي ما دايما انا متعوده منها. يعني هي دايما كانت وانا في الاكاديمي كانت دايما تقول لي رنا عايزاكي تبقي قويه وعايزاكي تشد حيلك وركزي وانت كويسه وربنا معاكي. لما قابلتني في الـ في الـ في الـ في, الـ في المهرجان قالت لي نفس الكلام، وقالت لي انا متابعه كل حاجه انت بتعمليها وملكيش دعوه بحد وركزي في اللي بتعمليه وربنا يوفقك. طبعا نجم كبير، فخوره انه من بلدي محمد حمائي، وخد طبعا جائزه كبيره برضو افضل مطرب. ماجد المهندس برضو داني كلمتين كده حلوين تشجيع كده، انبسطت لما قال ان هو بيحب صوتي وبيحب الاغاني اللي انا بعملها، وسعيده جدا ان انا شفته. والحاجات في دماغي هعمل ايه بعد كده، اصلي يعني ميوزك اوورد، بيج ابل ميوزك اوورد حاجه عالميه، طب وبعد كده انا هعمل ايه؟ ايه اللي جاي؟ مسؤوليه يعني، كل حاجه انا كل خطوه بتقدم بيها لقدام بتحملني مسؤوليه اكبر من الخطوه اللي قبلها. وشوشه، الموقع الفني الاول في مصر، رئيس مجلس الاداره محمود اسماعيل، الاشراف العام احمد الهوادي. www.washwasha.org